يا مساء الفل على كل مشاهدينا، اهلا بيكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم عقار مصر. زي ما متعودين كل حلقه بنتكلم عن القطاع العقاري، ما له وما عليه. خلينا لو احنا حبينا نرجع الحلقه اللي فاتت، احنا اتكلمنا عن قانون الايجار القديم. قانون الايجار القديم كان فيه تطورات كتيره جدا بتحصل فيه، وفي نفس الوقت حبينا هنا في مره نجيب البايع ونجيب او نجيب المالك ونجيب المستاجر، والموضوع تطور شويه، حتى كمان تطور معانا على صفحات الخاصه بينا، وكان الموضوع كبير جدا. ناس بتتكلم بتقول ان انا جاي على حد والناحيه التانية جاي على حد، بس احنا عرضنا الموضوع بكل حياديه، وفي نفس الوقت كمان هنتابع الاسابيع القادمه وهنشوف كل التطورات اللي بتحصل في هذا الجزء من القانون. خلينا بقى نخش على الفقرات الخاصه بينا والمهمه جدا الحلقه دي. اول فقره خاصه بينا، هل الاستثمار في الشهادات أم في العقار؟ السؤال ده سؤال مهم جدا. ناس كتيرة بتشوف إن 27% نقطة حلوة، بتغري عيني، هحط فلوس رقم كويس جدا، وفي نفس الوقت شايف إن العقارات لا، ممكن بعد سنة سنتين ثلاث سنين تقيلة شوية في بيعها. طب هل بتخسر ولا بتكسب؟ هل أنا لما بنفست مثلا في العقار وهحط فلوسي في العقار هكسب ولا هخسر؟ وافتكروا كده حاجة زمان كده قال لك خليها تصدي، لو أنتوا فاكرين كده حملة خليها تصدي بتاعت السيارات، اللي قال لك لا مفيش عقارات مفيش سيارات هتغلى، مفيش حاجه هتغلى، خلي محدش يشتري. وفي يوم من الايام الواحد بيندم ان هو كان بيشتري عربيه ب 100,000 جنيه لدلوقتي ثمنها 400,000 و500,000 جنيه. المنتاليتي دي والافكار اللي احنا بنحطها مع بعض وبنفكر فيها، خلينا نفكر بعض بمواقف قديمه حصلت معانا. هل الاستثمار ده كان كويس ولا لا؟ هل الافضل ان انا اشتري في 2024 ولا ما اشتريش؟ طب هل الافضل ان انا احط فلوسي زي ما حطيتها في 2023 في بنوك ولا بلاش؟ دي كلها اسئله طبعا هيجاوبنا فيها الاستاذ شريف الدمياطي الخبير العقاري. الفقره الثانيه الخاصه بينا فقره مهمه جدا عن صندوق الاستثمار، وهنتكلم عن تصدير العقار، وهنتكلم عن البورصه العقاريه، موضوع خاص وشائك ومهم جدا للمنظومه العقاريه في مصر. طبعا هينورنا فيها المستشار اسامه سعد الدين الرئيس التنفيذي لغرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات. خلينا نقول بسم الله ونبتدي اول فقراتنا الخاصه بينا ونطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا الفقره الخاصه بينا والمهمه جدا واللي تهم كل اللي بيفكر يستثمر في السوق العقاري او يعتبر المجتمع كله، هل الاستثمار في العقار ام شهادات الاستثمار الفتره القادمه؟ طبعا منورنا استاذ شريف الدمياطي الخبير العقاري، اهلا بيك يا فندم. حبيبي يا طه، الحمد لله. منورنا ومنور برنامج عقار مصر. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طبعا ناس كتيره جدا بتقول لنا العقارات رايحت فين ورايحه على فين ومشاكلها عامله ازاي، وهل احنا بنستلم ولا ما بنستلمش، وناس ابتدت تخاف من موضوع الاستثمار في العقار، فكله بيتجه للذهب او بيتجه للاستثمار في الشهادات. تمام. طبعا الفترة اللي فاتت كمان لو احنا شفنا الفترة اللي فاتت شهادة الاستثمار اللي وصلت ل 27%، لا موضوع كبير مغري جدا. حطيت 100,000 جنيه هاخد رقم كويس، حطيت 1,000,000 جنيه هاخد رقم كويس. هل الاستثمار في شهادات الاستثمار واكون ضامن فلوسي وهستلمها اخر سنة او اخر ثلاث سنين، ولا هل الاستثمار في العقار في الوقت ده؟ طيب بص، الموضوع بمنتهى البساطة السنة اللي فاتت في أول 2023 نزلت شهادة سنوية بقيمة 25% لو حضرتك تفتكر. ده حقيقي. طيب البنوك ادت الريت ده ليه؟ يعني ليه نزلت شهادات والبنوك الحكومية بالتحديد نزلت شهادات ب 25% فايدة خلال سنة؟ فأكيد عندها زي أناليسز ورؤية السنة دي إيه اللي هيحصل فيها من نسبة تضخم، صح؟ عشان أقل على الأقل تساوي الفايدة على حسب نسبة التضخم، صح؟ 2023 في آخرها تقريبا كان متوسط التضخم في الشهور على مستوى السنة كلها بتاعت 2023 كانت تقريبا 36%. 36% طيب 36% تضخم ده رسمي زي بالظبط الدولار 31 رسمي، صح؟ في البنك بس في موازي 53 جنيه و 54 بالظبط كده السوق الموازي. نفس الموضوع وجهة نظري وجهة نظر اعتقد 80% من الشعب المصري، ان ما ليكن 100% من الشعب المصري، ان نسبة التضخم في مصر في 2023 من اول السنة لحد اخرها كسرت ال 75%، بس الرسمي 36% بالظبط كده. طيب
اعكس الموضوع. يعني ايه اعكس الموضوع؟ انا دلوقتي حد حط 1,000,000 جنيه في بداية سنة 2023، ماشي، خدها في اخر سنة 2023 بفايدة 25%، اللي هي كام؟ 1,250,000. 1,250,000. طيب انت عندك اصلا التضخم الرسمي 36%، يعني انت خسران، يعني انت اصلا خسران. طب والتضخم غير الرسمي والمعلن في السلع الاستهلاكية وفي العربيات وفي العقارات وفي كل حاجة زادت اكتر من 75%، صح. فانت خسران اكتر من 50% من قيمة فلوسك بالفوائد، صح، يعني لو بالارقام. فنفس الموضوع السنة دي بيتكرر. في اول السنة البنك المركزي بينزل شهادات ادخار ب 27% سنوي وب 23% شهري، فبالتالي اكيد برضه هو عنده نفس الاناليسيس بتاعت السنه اللي فاتت عشان يستخدم الفلوس دي، ان اخر السنه هيكون نسبه التضخم انا اعتقد توصل ل 100% للسوق الموازي، والرسمي هتبقى حوالي 40%. ليه؟ لان ده حصل فعلا السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت 25%، صح. التضخم وصل لاخر السنه 36%، طب السوق الموازي تقريبا نسبه التضخم كانت 75%، هو نفس الموضوع السنه 27%. فلازم الناس تكون فاهمه ده. طب هل الشهادات لا محدش يحط اي فلوس في شهاده؟ لا، في ناس يستلزم ليها ان هي تحط فلوسها في شهاده عشان عايزه ريع شهري مثلا، اللي هي الشهاده ب 23%، عايزه كل شهر يدخل لها اماونت معين، رقم معين، خلاص تمام، عشان يسدوا بيهم احتياجات معينه، فاهم قصدك، قسط مثلا عنده. طب لو هيسد بيه احتياجات شهريه، لا، ياخد باله ان برضه كل شهر الاحتياجات دي هتزيد. فوليكن كان بيكفي بيته ب 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه 10000 جنيه، هيخش في 15، هيخش في 15، الشهر اللي بعده ممكن يخش في 17، صح. فياخد باله قوي من الموضوع ده. فملائمة لإيه؟ قيس في 2023 الشهادات اللي نزلت ب 25% والذهب والدولار والعقار. طب لو احنا حبينا بورقة وقلم كده، يعني تعالى نقلب الورقة دي كده وحبينا نعمل الاناليسيز دي او نعمل التحليل البسيط اللي حضرتك قلته دلوقتي، الدولار تمام والذهب، صح كده؟ صح. وهنقول العقار كده كده شهادات الاستثمار حضرتك احنا اتكلمنا فيها من شويه، صح. لو احنا حبينا نعمل خطه كده ما بين الثلاثه دول، طيب ممكن تحلل لي الموضوع بطريقتك؟ بص، هو في تحليلين للموضوع ده حقيقي، مش تحليل واحد. اول تحليل ان انت لو معاك 1,000,000 جنيه، هنقيس بنفس 1,000,000 جنيه، ماشي. لو معاك 1,000,000 جنيه وجبت بيها دولار، الدولار زاد في 2023 تقريبا بنسبة 57%، صح، من 45% ل 57%، صح. طيب الذهب في اول 2023 على ما اتذكر كان بحوالي 1,800 جنيه، دلوقتي بقى يعني ال 24 3,800 متهيألي حاجه كده. لا، هو ب 3,200 تقريبا او 3,200 ال 21، والله. طب يبقى انا برضه بتكلم يبقى انا برضه بتكلم على عيار 21، هو كان ب 1,800، فتقريبا الزياده برضه بتتكلم في حوالي، دخلت في الضعف بالظبط كده. طيب العقار، خلينا نتكلم ان الذهب ما فيهوش عائد شهري، صح ولا غلط؟ بس اتزنقت في اي وقت اعرف ابيعه، صح. العقار انت ممكن بال1,000,000 جنيه دي لو كنت اشتريت شقه كنت خدت عائد شهري، كنت خدت عائد شهري غير الاسد بتاعك اللي بيزيد لو انا اجرتها مثلا. الله ينور عليك، غير الاسد بتاعك اللي بيزيد الوحده نفسها بالظبط كده. كويس. ففي مصر في حاجتين مهمين جدا، الار او اي والار او اي. العقار في مصر في مكسبين، مكسب الاسد لو انت اشتريت في مكان كويس او في حاجه كويسه او في مشروع كويس او مع مطور كويس، الاسد سعر الشقه بتاعك على مدار كل 3 شهور بيزيد. ونفس الموضوع لو انت مستلم شقه في مكان كويس، سعرها ذات نفسه كابيتال ذات نفسه بيزيد، وممكن تدخل لك عائد استثماري شهري. كويس جدا. عكس الذهب وعكس الدولار، صح. انت مكسبك واحد ثابت بيحافظ على قيمه فلوسك، شبه المضاربه بالظبط كده. انا بتكلم على الذهب كمان مش الدولار. لكن الذهب 2022 ما زادش، قل. ده حقيقي، صح. فبالتالي هي نسبة وتناسب، إنما إيه اللي على مدار 10 سنين ما قلش؟ على مدار 10 سنين بيزيد بس، ولسه ما زادش كمان، يعني ده لسه كمان هيزيد. لا، ده سنة 2024 طبعا هيزيد، بس أنا بتكلم طبعًا. أنا بتكلم حتى في البريفيوس بتاعك أو في الخلفية بتاعتك كواحد عايز تستثمر، أنت عارف كويس جدا. أنا عايز أقول لك إن في رجال أعمال، مش عايز أقول أسماء، يعني كبار جدا في مصر
سابوا الاتجاهات بتاعتهم ودخلوا الاتجاه العقاري، صح ولا غلط؟ ده حقيقي. وفتحوا شركات تطوير عقاري وكانوا ناجحين في مجالاتهم التانية، سواء التليكوم ومجالات دهب كمان على فكرة. الله ينور عليك. طب ليه سابوا الموضوع ده ودخلوا في العقارات؟ عشان عارفين العقارات مكسبها عامل ازاي بالنسبة للمطور، ونفس الموضوع بالنسبة للعميل. ياما عملاء كسبت بليونز، يعني ملايين في الاستثمار في العقار. طيب تعالى، طب تعالى كده انا هلعبها معاك بلعبه لطيفه. انا راجل مشتري، تمام؟ انا راجل بفكر دلوقتي، انا مثلا هنقول بقى معايا مليون جنيه، المليون جنيه دلوقتي بقى عاملين زي 100,000 جنيه. جميل. انا دلوقتي اعتبر ان انا معايا مليون جنيه، المليون جنيه اللي معايا دول انا استلمتهم خلاص لما خلصت الشهاده بتاعتي، تمام؟ كنت ممكن احطهم واخد 27% اخر السنه، يا اما افكر ان انا استثمر في عقار. طب وفي نفس الوقت وانا بستثمر في عقار، انا ممكن مثلا احط المليون جنيه دول واقول ان انا هستلم بعد سنتين ثلاثه، تمام؟ صح كده ولا غلط؟ صح. تدفع مقدم كمان وتقسط. دي بالظبط دي ممكن تبقى نقطه الضعف، ان ممكن ناس كتيره ما تفكرش تستثمر في العقار. ليه؟ اللي هو انا شايف دلوقتي، طب ما انا هحط الفلوس دي مش هستفاد بيها لمده سنه او سنتين دلوقتي، غير ان انا هدفع اقساط، تمام؟ طب ما احطها في البنك احسن لي وخلاص. الرد بمنتهى البساطة والسلاسة والسهولة، انت حضرتك دلوقتي هتشتري وحدة بمليون جنيه، فانت بتقول طب ما انا هستلم كمان سنتين، السنتين دول الوحدة بتاعتك دي لما تيجي تجيبها تاني هي مستحيل تبقى بمليون جنيه، صح؟ والاسد بتاعك أقنعتين. هو اللي انا قلته أقنعتين. هيزيد أقنعتين. الوحدة دي كمان سنتين هتبقى بثلاثة مليون جنيه، باربعة مليون جنيه. فكده كده انت حتى المليون دي لو حطيتها خدتها بعد سنة مليون 270,000، مش هتعرف تشتري الوحده دي بعد سنه، عشان نفس الوحده دي هتبقى ب 2 مليون جنيه 2 مليون ونص. صح كده. بالذات ده لو انت مثلا حطيت انفست كويس، فحطيت رقم كويس ممكن تستلمها على طول وتأجرها. بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط. طيب شايف خطه 2024 بالنسبه للقطاع العقاري ايه؟ الكلام ده كبير قوي. والله الكلام ده عايز له حلقتين، بس انا يعني خلينا على عجاله في كلمتين بسيط. بص 2024 لو تفتكر اول 2023، وانت يعني راجل قديم في الموضوع بتاع القطاع العقاري ده واستضفت ناس كبيره جدا، فاول 2024 في ناس كتيره جدا قال لك سنه 2024 دي هيحصل فيها، و2023 هيحصل فيها برضه. بالظبط كده. في 2023 هيحصل فيها كذا وهيحصل فيها كذا، وشركات هتقع وشركات مش عارف ايه، وهيحصل شركه هتستحوذ على شركه، صح؟ والسوق هيتغربل، سوري في اللفظ، الشركات الصغيره كلها تختفي. بالظبط كده. هل ده حصل؟ لا. قول لي ثلاث شركات اختفوا. ما حصلش. فبالتالي ليه ما حصلش؟ عشان برضه اكون صريح، الدوله واقفه جدا مع المطور في سداد اقساطه للارض بتاعته، في الكونستراكشن كوست بتاعه بتحاول تسهل له، العاصمه واقفه مع كل المطورين اللي موجودين في العاصمه الاداريه بشكل كبير جدا، وانت على درايه بده من الاداره بتاعه العاصمه. انا عدى عليا وقت في السوق العقاري كان الدولار ب7 جنيه، نمت صحيت الدولار ب14 جنيه. حصل. في خلال 3 ايام بقى ب17 جنيه. فتخيل انت النهارده نمت صحيت لقيت الدولار ب60 جنيه في البنك. هل هيحصل زي اللي حصل قبل كده؟ لا. طبعا عدينا بالموضوع وعدينا بالاسد ده وقت الكورونا نفسه كمان، وعدينا برضو نفس الازمه يا فندم. وقت الكورونا مصر خدت رانكينج نمبر 1 في الكونستراكشن ابديتس اللي حصلت فيها. فبالتالي لا ال 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 ومع ذلك بقول برضو للمستثمر اللي داخل يستثمر في القطاع العقاري، لازم تسال طبعا على الشركه ان انت رايح تشتري فيها، تنزل تبص على موقعك وتشوف كل حاجه، وتشوف الملاءه الماليه بتاعتها عامله ازاي، المشروع اللي انت هتشتري فيه في منطقه ايه، وهل المنطقه دي واعده ولا مش واعده، يكون عندك نولج في ده. ولو ما عندكش النولج ده لازم اسال حد، تستشير حد. بالظبط كده. وما اقصر المسوقين العقاريين المحترمين جدا في القطاع العقاري عندنا، اللي يقدر يدلك على الصح ويديك اوبشن واثنين وثلاثه، وتقعد وتفكر معاه وتشوف معاه، وبلاش تحط كل فلوسك في حاجه واحده. وانا بقولها لا، قسم فلوسك على كذا حاجه، اشتري حاجه على قدك مثلا تقدر تدفع اقساطها. بالظبط. تقدر تدفع اقساطها عشان ما تتعصرش. فالموضوع طيب في 2024 ان شاء الله، يعني اتمنى ان الموضوع لا يكون احسن كمان من 2023. طيب اخر بقى سؤال لحضرتك، النصيحه الجميله للي بيفكر اليومين دول بالذات يستثمر ازاي بالذات في العقار؟ بص زي ما انا قلت، هضيف كام حاجه. طبعا لازم يسال عن المطور، الشركه والمطور بالظبط كده، ويشوف هو عايز ايه. لان هل في استثمار في الساحل الشمالي؟ هل في استثمار في السخنه؟ هل في استثمار في الغردقه؟ هل في استثمار في زايد؟ هل في استثمار في اكتوبر؟ تجمع العاصمه،
كل انت استخدامك ايه، اند يوزر ولا استثمار، هتشتري تجاري ولا اداري ولا سكني، تجاري والاداري الاستثمار فيهم عامل ازاي، فبالتالي سعرهم اغلى بشويتين ثلاثه من السكني. لازم تعرف الاول انت داخل تستثمر في العقار في انهي اتجاه وفي انهي حاجه، وزي ما قلت لو مش عارف عندك استشاري عقاري تقدر تستعين بيه ويقول لك كل حاجه. طيب الحاجه المهمه اللي انا بنصح بيها اي حد داخل يستثمر في العقار، حاول تشتري في Q1 قولا واحدا. تشتري في ايه؟ في Q1. Q1 من 2024 اللي هو يناير فبراير مارس، اول 3 شهور. وحاول قبل فبراير، حضرتك عارف ان اجتماع البنك المركزي 1 فبراير. ربنا يستر. لا ان شاء الله، والله بكلمك بجد، احنا فضلنا نقول كل 2023 ربنا يسترها، ربنا يسترها، ربنا يسترها، طبعا ربنا يسترها على طول، بس انا قصدي ايه؟ لا عدينا بكل حاجه. ده حقيقي. البلد قادره تعدي بكل حاجه، والمطورين قادرين يعدوا بكل حاجه، والعملاء في عملاء اتعصرت في 2023. بص اكون صريح معاك يا استاذ شريف، انت اديتني راحه دلوقتي نفسيه. بمعنى ايه؟ في ناس كتير الفترة اللي فاتت كانوا بيسألوني لا احنا نحط فلوسنا، يعني في الأفضل ان انا احط فلوسي في شهادة. ليه؟ أنا شايف إن الاستثمار دلوقتي أنا مش ضامن، مش عارف، معرفش الدنيا رايحة فين وجاية منين. أنت دلوقتي قلت مجموعة نصائح أو مجموعة معلومات، مجموعة المعلومات دي هي بتؤدي لفكرة إن أنا مهما أنا وصلت لأي فكرة، الاستثمار الآمن هو الاستثمار العقاري. بنسبة 70-80%. وان انا احاول ان انا احط زي ما بيقولوا كده ايه، البيض في كذا سلة. بالظبط زي ما بيقولوا. ده مهم ان انا احاول استثمر في الذهب بشوية بوساط كده، لو انا اتزنقت في اي وقت اقدر افك منه فلوس. بالزبط. صح كده؟ الناحية التانية نفس الكلام، وبرضه كده وانا عايز احط مثلا في شهادات استثمارية احط. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. طيب المعلومة الأخيرة بقى اللي انا محتاج اعرفها من حضرتك، التطورات اللي بتحصل في العاصمة الإدارية. طيب انا هقول حاجه، بس هقول حاجه بسرعه في السؤال الاولاني عشان ده مهم. انت لسه ما قفلتوش. انا ليه قلت Q1؟ لان بنسبه كبيره اعتقد ان 90% من المطورين هيبداوا يزودوا اسعارهم في شهر فبراير. ان ما كانش في مطورين فعلا زودوا اسعارهم في 1/1، فبالتالي العميل المهتم لازم يشتري اعتقد دلوقتي. يعني في الوقت ده احسن وقت، لانه على طول نسبه الزياده وصلت لكام في الميه تعرف؟ في 1/1. الزيادة اللي نسبت من المطورين العقاريين في 1/1 المطورين زودت مش اقل من 10%، يعني معظم المطورين. متغيرة ولا سبتت خلاص؟ لا سبتت. واعتقد كمان ان 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 في اول 2 فبراير، اول 10 ايام في فبراير بعد اجتماع البنك المركزي، لا ممكن الاسعار تزيد 10 و15 و20% كمان. كمان ارجع لسؤالك. مش العاصمه الاداريه دخلتني في الموضوع. لا اصل انا الكلام ده مهم قوي. ليه؟ انا فكره ان كنا لسه بنتكلم الكلام ده قبل الحلقه، فكره ان احنا عايزين نحط ارقام معينه للمطور العقاري بحيث ان هو لو تعداها المشتري نفسه يحاول ان هو يساعد المطور العقاري. طبعا في تطورات حصلت الفتره اللي فاتت دي، وزي ما حضرتك قلت من شويه، قلت ان انت نمت ب 7 جنيه دولار صحيت 14 جنيه. كل الكلام ده يضرب بقى في الحديد، في مجموعة في الأسمنت، في الكلام ده كله، في الأسعار نفسها بتاعة الأراضي نفسها، الموضوع كله تطور في كل حاجة. حتى الدولار نفس الكلام اللي أنا بشتري بيه أصلا كمان ساعات. فهل هم كده كمطورين عقاريين حطوا 10% ثابتة؟ ده صح؟ ما هو حطوا 10% ثابتة في 1 يناير، فأنت ممكن تلاقيهم في 1 مارس بيحطوا 20% كمان وهيزودوا طبعا على الجديد. طبعا ما انت عندك مثلا المطورين السنه اللي فاتت، في بعض المطورين ابتدوا السنه بمثلا كان عندهم شقه كانت بمليون، نهوا السنه نفس الشقه دي ب6 مليون. في ناس زودت بال 200% وال 250% وال 300%، سواء في اسعارها تجاري اداري، سواء في سكني، لا عشان يقابل ده. فدي مش زياده ثابته على مدار 2024 كلها، لا طبعا. ده زياده ثابته كل شهر او شهرين. ده بسم الله الرحمن الرحيم. هادي. بالظبط كده. فامال انا ليه بقول لك الكابيتال بتاعك بيزيد جدا في العقار؟ عشان كده. طيب السؤال بقى بتاعنا الاساسي الاخير بتاعنا اللي هو العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه هي يعتبر عروسه مصر دلوقتي. بالظبط. والله العواصم كلها عروسه مصر. بس خلينا نقول ان العاصمه الاداريه ومدينه العلمين الجديده هم دلوقتي بقوا هم خلينا نقول المدخل بتاع القاهره الجديده. دي حقيقة. بتاع مصر. دي حقيقة. من وجهة نظر حضرتك شايف التطورات اللي بتحصل والفترة اللي فاتت دي العاصمة الإدارية وصلت لإيه؟ وجهة نظرك برضو كراجل خبير عقاري، وانت طبعا دايس في الموضوع العقاري ودايس في كل الشركات العقارية، فعارف طبعا الظروف ماشية إزاي والأمور ماشية إزاي. احكي لنا من وجهة نظرك التطورات عاملة إزاي. بص
هرجع أقول تاني، بغض النظر عن اختلاف رأيي في بعض الأمور في العاصمة ومدينة العالمين، لكن قولا واحدا محدش يقدر ينكر أن العاصمة الإدارية والعواصم الجديدة جلالة، العالمين طبعا، طبعاً. الصيف اللي فات كنت هناك، حاجة يعني وهم. المشاريع دي مشاريع جبارة، المشاريع دي خلت العالم يغير مننا، يغير من مصر حقيقي. صح. دول عربية غارت مننا. انت لسه اتكلمت في موضوع دبي قبل كده، اتكلمنا في موضوع دبي قبل كده مع بعض بالظبط كده. فانت بتتكلم على مساحات مرعبة، بتتكلم على كونستراكشن حاصل بقاله اكتر من 6-7 سنين، حاجات ضخمة جدا. انا وانت لما تعلن ان اكبر برج الافريقيا هيتبني، يا عم هيتبني ايه ده، هياخد له 30 سنة وهياخد له 20 سنة، اتبنى خلاص، اتبنى في 2-3 سنين تقريبا، محدش كان متوقع اصلا. فانت بتتكلم في اكبر كنيسة كاتدرائية اللي موجودة في العاصمة، اكبر مسجد، مسجد مصر وساعتنا. صح. بتتكلم في حاجات عملاقة، حي حكومي، وزارة البنتاجون وشكلها وانت في الطيارة وبتبص لها تحت. لا، مدينة العالمين والتورات اللي انت بتشوفها، انت اكنك في منطقة الجي بي ار في دبي. الصيف اللي فات انا كنت هناك انا واصدقاء ليا، كمان اصدقاء يعني عايشين برا مصر. موضوع شكله مبهج ومبهر، وزي ما قلت فعلا الناس بقت تغير من مصر بسبب العواصم الجديدة، التطورات اللي بتحصل فيها، بسبب العواصم الجديدة اللي عندنا. فلا، حجم التطور مرعب. بيجي لنا ناس من الخليج، وبيجي لنا ناس من بره مصر، والله حتى من يوروب او من امريكا، بتنزل عندنا مصر وبتعمل زيارة للعاصمة الادارية، بتنزل السنة اللي بعديها، مش هقول لك بعد 3-4 سنين، بتنزل السنة اللي بعديها، بتفاجئ ان في حاجات كانوا جايين وهي كده مرة واحدة بقت كده حاجة تانية خالص. بالظبط كده. فلا، التطور اللي بيحصل، وهرجع اقول تاني، العاصمة ومدينة العالمين والعواصم الجديدة بتاعت مصر بس ما فتحتش زي ما بيقولوا ايه، رزق للي شغالين بس في القطاع العقاري. لا، ده كل الفئات، البلد كلها كل اشتغلت يا فندم، البلد كلها اشتغلت. بقى القطاع العقاري هو اللي ساند، مش هقول ساند يعني، بس هقول شريك اساسي. لا، في عندنا التلت يعتبر. بالظبط كده. فبالتالي لا، هرجع اقول لك، رجال اعمال تقيله جدا في جمهوريه مصر العربيه سابوا مجالاتهم ودخلوا في هو بالنسبه لهم خلاص، هو دلوقتي بالنسبه لهم الامان. بالظبط كده. والبلد بقت ماشيه بنهج ان هي مركزه جدا مع القطاع العقاري والتطوير بتاع القطاع العقاري والعواصم الجديده والفيجن بتاعت مصر في العاصمه السياحيه والعاصمه الحضاريه والعاصمه الاداريه. لا، الموضوع شيق جدا، وربنا يكمل كل العواصم دي على خير وتشتغل، ونشوفها بتشتغل، ونشوف قاهرة جديدة موجودة في جمهورية مصر العربية. بشكرك جدا، نورتنا حبيبي، نورت برنامج عقار مصر. بجد انا مبسوط ان حضرتك تكون موجود معانا، حبيبي يا طارق، من الناس اللي عندها خبرة في المجال العقاري، غير بقى الخبرة بس، كمان الناس المحبوبة جدا في المجال العقاري. حبيبي يا طارق، نورتنا، شرف ليا، شرف ليا حبيبي. بشكرك سلام. جدا سلام لألف شكر. شكرا حبيبي. طبعا بنشكر استاذ شريف الدمياطي الخبير العقاري، وزي ما قلت لكم قلنا شويه معلومات مهمه جدا في الفقره الخاصه دي. انت ازاي تعرف تستثمر؟ هو الراجل طلع بيتكلم بكل حيادية، اشتري هنا واشتري هنا واستثمر هنا واستثمر هنا، بس هو وصلك كل المعلومات بكل سهولة ويسر. طبعا اعزائنا المشاهدين، عندنا فقرة اخرى، نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. الفقرة دي خاصة جدا ومهمة جدا بمطورين القطاع العقاري، واللي يفكر كمان برضو يشتري في القطاع العقاري. تصدير العقار هو ملف احنا فاتحينه من اول حلقة ابتديناها مع بعض، وكل شوية بنشوف فيه تطورات جديدة بتحصل، وبنشوف فيه توجيهات جديدة بتحصل. طبعا منورنا في كل التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها في الفقرة الخاصة المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي طبعا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا فندم. اهلا طاهر بيه، واهلا بجمهورك المشاهدين. منورنا، منور البرنامج. منور بحضرتك يا فندم. المرة اللي فاتت او احنا بنتكلم قبل كده، واتكلمنا مع حضرتك قبل كده في كذا حلقة، اتكلمنا عن تصدير العقار، ولكن حصل فيه شوية تطورات. ده صحيح. دلوقتي بقى تصدير العقار فيه توجيهات حاصلة من الدولة والاقتصاد المصري، ان تصدير العقار هيبقى بالدولار، صح كده؟ وهنحاول ان احنا نخلي الوحدة دولارية. هو في الحقيقة حضرتك كلمة تصدير تعني اننا نحصل على قيمة حضرتك بالعملة الحرة، يعني دولار. كويس جدا. وبالتالي المفهوم الدائع اننا ناخد الدولار بس، دي ما هياش دي الفكره يعني. احنا بنخرج المنتج بتاعنا خارج مصر، المستندات بتاعته، في مقابل الحصول على القيمه الدولاريه. كويس جدا. تمام. احنا كنا من فتره اتكلمنا مع حضرتك على موضوع اللي هو تصدير العقار. صح.
وكنا تحدثنا في البرنامج بتاع حضرتك برضك على وجه الخصوص اننا عشان ننجح في تصدير العقار ده المفروض مجموعه من الحقائب الوزاريه تتضافر مع بعضها عشان ناخذ الاسواق الخارجيه. حقيقي. وطلبنا اننا تتشكل هيئه عليا، الهيئه دي تتكون من مثلا من داخله فيها حقيبه وزاره الخارجيه، حقيبه وزاره الهجره، حقيبه وزاره التجاره والصناعه، الداخليه، مجموعه كثيره من الحقائب الوزاريه عشان تقوم بدور معين فيه عشان نبتدي ناخذ الاسواق الخارجيه. صح. وفي النهايه نعمل المنتج اللي عايزه اللي هو الاجنبي اللي بره نطلعه له. صح. تفضل دولة رئيس الوزراء يعني عمل حاجة أفضل من الفكرة بتاعتنا، وهو أنه طلب أن تتنشئ الشركة على وجه الخصوص للقيام بهذا العمل بإدارة الملف ده. بإدارة الملف ده، وده طبعا فكرة أحسن من الهيئة، لأن قد تكون الهيئة كل واحدة فيهم تتباطأ في جزئية العمل بتاعتها، لكن الشركة هتعني بالجزئيات المطلوبة. طبعا احنا في بداية الأمر بنقول أن القطاع العقاري عليه جزء مهم في الحتة دي، وهنا نشوف المنتج اللي مطلوب بره مصر ايه هو اللي بيحوز اهتمام المشتري الاجنبي. احنا وصلنا له طبعا، وخلاص بقى الكلام ده معروف عند الكثير، يعني ان هو يبقى بصوره ابرت اوتيل، وحدات صغيره مجهزه متشطبه كويس ومفروشه كويس، استلام فوري، والفرش كمان يبقى سمارت بطريقه معينه، وتقبع حواليه مجموعه من الخدمات المميزه. ده بالنسبه لنا كقطاع عقاري. بنقول برضك لازم في الشركة دي يمثل فيها حد من وزارة الإسكان، علشان إحنا هنبني صحيح، لكن إحنا عايزين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تعمل سبوت لايت على المناطق اللي هو بتكون تحت اهتمام اللي هو الأجنبي. لأن الأجنبي في حتة معينة يعني ما أعتقدش أنه ممكن يقتني فيها وحدة أو يشتري فيها. فيه. فهي لما وزارة الإسكان تشار لنا وتنشن لنا على المناطق دي، هنبتدي إحنا نشتغل فيها جنبا إلى جنب معهم، وبالتالي يبقى حطينا الوحدة على الطريق. تبتدي بقى الشركة اللي حضرتك اللي إن شاء الله يعني تدشن وتقوم بالعمل بتاعها، تبتدي بقى تسوق للمنتج بتاعنا ده عن طريق بقى التعامل مع الجهات اللي هي تسهل سبل التسويق، زي مثلا لو اتعمل سايت معين وهو اوريدي فيه سايتات معموله لانك تنزل وحدات عليها، بس لازم تبقى مع تركيبه تتحط مع المطورين العقاريين. هو السايت ده خاص بمين بالظبط؟ خاص بمخاطبه حضرتك كل دول العالم، واعتقد ان احنا بدانا هذا المشوار كمان، ان هو بتحط الوحدات بتاعتك اذا كنت هتطرحها للايجار او التمليك. ماشي. وبالتالي بتخش تقول انا عايز اشتري مثلا في العين السخنه، عايز اشتري او اجر، بتدي المواصفات الوحده بتاعتك اللي حضرتك عايز تشتريها او تاجرها، وبتدي تطلع لك المنتج بتاعك، المنتج اللي موجود في الحته دي اللي مطروح للايجار او التمليك. كويس. علشان نفعل السيستم ده لازم برضك المطورين العقاريين يبتدوا يحطوا وحدات تحت الاستخدام، يعني هو مثلا عمل تلت المشروع يبقى منه 10% من التلت دون تبقى مطروحه عشان يبتدي يشتغل المنتج بسهوله لغايه لما ننتقل لمرحله البيع والشراء حتى الداخلي عن طريق اللي هو السيطات دي. كويس جدا. دي مرحله اللي تم بره مصر في جميع السبل، احنا لسه ما دخلناش، ما خبطناش عليها، ما خبطناش خالص لسه، لان احنا ما خبطناش، ما فيش المنتج اللي تقدر تجيبه، اجتهادات شخصيه، لكن احنا عايزين ده يبقى كيان كامل. كيان كامل زي ما موجود بره، اي حد عايز يشتري مش هيروح بقى حضرتك لسمسار ولا يروح لمكتب، يخش على السايت من عنده، من هناك يخش على السايت يحط الطلبات بتاعته ويشوف كل تفاصيل، وهيشوف بقى كذا واحده و3 دايمنشن، بيخش يبص الوحده بتاعته بالكامل. كويس جدا. ده جزء من التسويق اللي ممكن يتم بطريقه معينه. زائد بقى دور الداخليه، انها مثلا اذا مكننا حد من الخارج ان هو يشتري، ايه هي هتدي له اقامه ولا هتدي له جنسيه بعد البحث بالسبل ويكونش في اي عليه دي الحمد لله اتسهلت الفتره اللي فاتت، اتعملت واتحطت، وكمان دوله رئيس الوزراء ادى وقت معين محدد ان ينهوا فيه هذا الاجراء. العمل تصاعدي، لكن كله لازم يتكاتف تحت مظله معينه. احنا كنا بنتخيل انها تبقى هيئه، لكن دوله رئيس الوزراء قالت تتعمل شركه، وده طبعا اعتقد انه افضل، زي فكره شركه العاصمه الاداريه كده. بالظبط كده. صح كده؟ اعتقد انه هيبقى افضل، لان هيبقى الحراك بتاعه سريع والحساب عليه على طول، لكن الهيئه مش هتعرف تحاسبها حضرتك يعني. لكن انا ما كانش في القطاع العقاري ما كناش عارفين نوصل لايه، احنا مش من سلطتنا اننا نقول نعمل شركه. بالظبط. تفضل مشكورا دوله رئيس الوزراء حط البذره دي، واعتقد انها لو تم العمل عليها بالصوره اللي بيقول عليها ممكن تؤدي نجاحات حقيقيه. انت حضرتك بتربطها بالدولار، هو اوتوماتيك هتبقى بالدولار، انا لما هبيع بره مش هبيع بالجنيه المصري. صح.
يعني ده شيء اكيد ان هتبقى العمله الدولاريه هتخش، بس بقى تبقى الشركه تدخل الدولار عن طريق البنك المركزي وينزل على الشركات بتاعتنا بالجنيه المصري كويس. بحيث ان دولتنا تستفيد بالفروقات دي، حتى وان كان في الاخر الدوله اللي هي تدي دعم معين للمطور العقاري نتيجه طبعا انت عارف هيبقى في فرق معين، تدي له دعم للصادرات بتاعته. ده حقيقي اللي هو الدعم الطبيعي اللي هو بياخده الصادرات اللي هو بياخده المصنع العادي بالظبط، ياخده برضك دعم على ياخد دعم بالدولار كمان، وبالتالي يبتدي قفلنا البوابه بتاعه اللي هي حضرتك كان ممكن ينزل يشتريها بالجنيه المصري مصر بدل ما يروح يجيبها من بره تركيبه معينه كده. هو هل يا فندم تصدير العقار ليه افاده في منظومه البريكس؟ حضرتك البريكس دي مجموعه من الدول بتتضافر بطريقه معينه، بيتعاملوا مع بعض بعملاتهم احنا حضرتك علشان ننتقل للمرحله بتاعه البريكس لازم نامن نفسنا من الدولار الاول. ايه هو نامن نفسنا من الدولار؟ يعني انت دلوقتي عليك التزامات هتوفيها دولاريه فبنجد مخرج بقى حتى من المخارج اللي هي يعني دوله رئيس الوزراء او يعني الحكومه بصت ليها انك تأجل الدين بتاعك قصير الاجل بدين طويل الاجل. ده احد الحلول اللي بنفك بيها برضك الازمه بتاعت الوضع الحالي ده. رجال الاقتصاد عارفينها كويس قوي قوي، اننا بنطرح قرض تاني طويل الاجل بنمون بيه القرض القصير الاجل. انت لازم تخرج من التركيبه اللي انت زي ما بقول حضرتك كده مزنوق فيها عشان تبتدي تحط البديل التاني. جزء من الحلول اللي هو تصدير العقار كويس جدا. لو تم بالصورة اللي هي نتمناها وبالسرعة اللي احنا طالبينها اعتقد انها ممكن يكون لي اثر فعال جدا جدا في ميزان المدفوعات والتغطية التغطية الدولارية في مصر. طب كويس قوي. طب لو احنا بقى حبينا نسأل عن شوية استفسارات كده معينة، تصدير العقار او يعني خلصنا ملف تصدير العقار، لو احنا دخلنا على البورصة العقارية محتاج افهم واخلي الجمهور بتاع ده يفهم يعني ايه البورصة العقارية الفترة القادمة. بص حضرتك البورصة العقارية والرقمنة هي حضرتك يعني يسبق البورصة العقارية بكل السبل ان انت يبقى عندك وثيقة معينة تقدر تتداولها فيها كويس، اللي هي زي ما تقول حضرتك سهم. السهم دون حضرتك عشان تتداوله لازم يبقى يعني وثيقة معينة. احنا عندنا العقار في مصر بكل السبل بتاعته اسفين يعني ان هو لسه حتى ما تسجلش في الشهر العقاري. وبالتالي انا مش هقدر اخش غير لما انهي الجزء الاولاني انه يسجل في الشهر العقاري وتتم عمليه الرقمنه. الرقمنه دي بتاعنا ان الوحده بتاعتك ليها رقم معين، كل الاجراءات اللي عليها تمت بتبقى ظاهره قصادك كده هون بسهوله ويسر، وبالتالي تقدر تدخلها بعد كده هون في البورصه وتقدر تتعامل معاها. طبعا حضرتك احنا في القطاع العقاري نجحنا اننا جزء معين مع الدولة أننا نعتبر دفاتر المطورين العقاريين جزء كبير منها الدفاتر المنتظمة للشركات الكبيرة أنها تبقى بديل لعملية الشهر العقاري فكعملية مرحلية كويس جدا، لأنها دي دفاتر منتظمة ما بيتمش العبث بيها، تقدر تستخدمها زي شركة مثلا مصر الجديدة. شركة مصر الجديدة شركة عريقة تقدر حضرتك تشتري منها وتسجل وتغير العقد بتاعك لما تلاقي حد تاني تعمله تنزل ويعمل لك عقد جديد، وبالتالي الدفاتر بتاعتها منتظمة جدا الحمد لله، يعني زيها زي مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين تقدر تحل فترة مؤقتة بدل عملية اللي هي الشهر العقاري. طيب احنا معانا تاني نرجع تاني لموضوع تصدير العقار. احنا معانا طبعا سيادة النائب احمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم وبضيف حضرتك وبكل المشاهدين. طبعا منورنا هنا المستشار أسامة سعد الدين الرئيس التنفيذي لغرفة تطوير العقار يا فندم. طبعا شرفت بيه. طبعا احنا الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن تصدير العقار، فمحتاجين نعرف وجهة نظركم ايه عن تصدير العقار بالدولار وهل في تطورات الفترة القادمة ولا لا؟ خلينا نتكلم على جزئيتين هامين جدا. ان في المرحلة السابقة في مصر كان في تطور كبير جدا في النواحي العقارية وتطور كبير جدا فيما يتعلق ب البنية التحتية، المدن الجديدة اللي تم إنشائها، وأيضا الجزء الخاص بالمباني والجزء التطور العقاري بشكل كبير جدا. طيب إزاي الدولة المصرية تحقق استفادة من التطور العقاري وحجم الإنشاءات الضخمة؟ كان في تفكير كبير جدا فيه. أولا الاستفادة منها فيما يتعلق بالاستثمار غير المباشر كطرح أسهم ودخول الراغبين في دخول القطاع العقاري فيما يتعلق بشراء الأسهم في القطاع العقاري بشكل كبير جدا. لكن بنظام صناديق الاستثمار تقصد حضرتك؟
ده يبقى استثمار من خلال البورصات زي ما شرح بيه حضرتك الكريم، يكون الشركات العقارية وما يتعلق بتصدير العقار وما يتعلق أيضا بالاستثمار في القطاع العقاري بشكل كبير جدا من خلال البورصات. ده كان محتاج النهاردة يكون استثمار، البورصات تعتبر استثمار غير مباشر، وبالتالي كانت أحد سبل الاستثمار بشكل كبير جدا. وأيضا أن يجي لك عملة صعبة نتيجة طرح هذه الشركات أو النهاردة استثمار فيها سواء من المصريين في الخارج أو من المستثمرين الحابين الدخول في القطاع العقاري. لكن كان عندنا مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى هو التسجيل، لأن يجب تسجيل كافة العقارات في الدولة المصرية اللي هتدخل في هذا الشأن. والمشكلة الثانية كانت فيما يتعلق ب تسعير ووضع هيكل أو قيمة عادلة للأسعار. أعتقد أن هذا بيأتي نقاشه بشكل مجتمعي كبير جدا فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من التطور العقاري في هذه المرحلة في الدولة المصرية، والاستفادة منه في جلب عملة صعبة أو حتى في الاستثمار المحلي بشكل كبير جدا. كويس جدا. الجزء الثاني المهم جدا ان النهارده وده بقى الجزء اللي بيتكلم فيه سواء في لجان الاسكان في مجلس النواب والشيوخ او حتى في الحوار المجتمعي، كيفيه وضع اليه للمدن الجديده والانشاءات اللي تمت فيها والبنيه التحتيه لتكون محط هام جدا للاستثمارات. النهارده بنشوف عاصمه اداريه جديده، بنشوف منصوره جديده، بنشوف كل المحافظات ظهير جديد ومدن جديده بتخرج للنور. كيفية الاستفادة منها مرة أخرى والاستثمار فيها وطرحها، أعتقد ده دور محوري جدا في هذه المرحلة. كويس. طيب يا فندم، حضرتك حابب تسأله سؤال أو حاجة؟ لا الحمد لله. أحمد بيعمل إضافة الحمد لله رب العالمين، وهي مجهود متضافر بيننا وبين البرلمان، وعندنا طبعا ناس من القطاع العقاري جوه في البرلمان ومسكين يعني عندنا طارق بشكري هو وكيل لجنة الإسكان، والمجهودات اللي بيعملها الحمد لله للقطاع بصورة عامة يعني مجهودات ملحوظة. الجزئية بتاعت التصدير دي حضرتك فندم ده تحدي، ولازم الدفع ليه يبقى دفع قوي جدا جدا. يعني أنا بقول الشركة دي كل الجهات بتتضافر لحل الموضوع ده أو لصح للمساعدة في الموضوع. يعني هو طبعا أعتقد أننا ممكن نخطو خطوات سريعة، بس يكون لنا كمان ممثلين برا مصر عشان نبتدي نشتغل عليها. كويس جدا. ممثلين برا مصر، يعني احنا عندنا مكاتب مثلا؟ مش مكاتب، احنا عندنا السفارات وعندنا وزارة الهجرة عندها أسماء اللي هم عمداء الجاليات. ممكن حضرتك دول نتواصل معهم، لأن دول يعتبروا يعني نتواصل ونبعت لهم المنتج بتاعنا، لأنهم أقرب ناس للجالية أنهم تتعامل معهم. احنا ما بنستهدفش الجالية بس برا مصر، لكن بنستهدف الأجنبي برضك يعني. بس بنقول إيه يعني جزء من العمل بتاعنا أننا نحرك الجالية في أن يبقى فيه ناس عارفة المنتج بتاعنا إيه. كويس جدا. طبعا بشكر النائب احمد سمير عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ، بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا ليك وشكرا على المداخله يا فندم. شكرا يا محمد بيه. طيب نخش بقى نكمل بقيه كلامنا عن موضوع البورصه العقاريه. تمام. حضرتك قلت ان انا لازم الاول ابدا بورق معين، تفاصيل معينه، صح كده؟ بحيث ان انا يبقى العقار بتاعي او المنتج بتاعي هو موجود في البورصه. تمام. هي تفضلت الدوله مشكورا برضك عشان تدفع بعجله البورصه العقاريه دي. قالت جزء من اصولها في السكن الاداري، جزء منه 50% هتعمل من بوثيقه، والوثيقه دي اللي هتتداولها عن طريق البورصه. كويس جدا. دفع من الدوله، وطبعا دي هتبقى قيمتها بتتزايد وهتبقى عليها طلب، لان دي وفي اتجاهات برضه لشركه العاصمه الاداريه كمان انها هي تخش في البورصه. هو حضرتك في 10% في اجزاء تقدر الدوله تبدا بيها، لكن انا بقول التفعيل الاصلي يوم ما ننجح حضرتك اننا نعمل الرقمنه، هتبقى البورصه العقاريه قيمه قويه جدا جدا، وهتحرك القطاع العقاري بصوره جامده قوي. ما تفهمني يا معالي المستشار يعني ايه رقمنه؟ يعني الجمهور عايز يفهم الكلام الكبير قوي بتاع القطاع العقاري بتاعنا. هي حضرتك زي ما احنا عندنا مثلا بطاقه الرقم القومي لينا بتاعتي رقم مثلا ليها رقم، برضك كل وحده على ارض جمهوريه مصر العربيه لازم هيبقى ليها وحده رقم. الرقم دون هيبقى فيها خط حياه الوحده كلها من اول ما اتبنت، نشأت امتى، اتملكت ازاي، عليها دين ما عليهاش دين. كل الاجراءات اللي بيتم على الوحده دي بالرقم ده يتم بسهوله البحث عنها. الراجل الاجنبي او الراجل اللي ببحث عنها من السايت ده بالرقم. يعني اخش على السايت الخاص مثلا بالوحدات، اقول مثلا انا عايز الشيخ زايد مثلا، بالظبط، وادور على الرقم ولا حتى هتقول الشيخ زايد،
انت بتقول رقم الوحده كذا خلاص بتطلع لك الداتا بتاعتك كلها. دي مرحله متقدمه في مصر، واعتقد الحكومه بتجتهد اجتهادات رهيبه بانها هي انها ترقمن كله. بس رقمنه العقار ده جزء مهم جدا جدا جدا، لان حضرتك بعديها هتقدر تقترض على عليه، هتقدر تبيع عليه، هتقدر تتداوله كانها حضرتك سلعه عادية جدا، عادية جدا، سهلة جدا. يعني ما فيش بقى النبي اروح لمحامي عشان يشوف لي الدنيا فيها ايه، طب عرفت كل تفاصيلها من غير ما على طول وانت قاعد على الموبايل كده هتعمل الاجراء بتاعك، فبالتالي فيها سهوله ويسر وسرعه. الراجل اللي بيشتري بره دون، ولا اللي بيشتري حتى جوه، او حتى المستثمر البسيط عايز يطمئن بوثيقه سهله وسريعه ومضمونه. احنا بتتحقق الرقمنه بتحقق للعقار هذا العمل، العقار بكله بقى سكني اداري تجاري كل ما يكون على ارض. هل السيطره دي هتبقى موجوده امتى يا فندم؟ الدوله شغاله عليها، بس طبعا التحدي كبير، والقطر اتحرك وماشي كويس. يعني ممكن في خلال 24 25 بكتير، صح؟ 24 اعتقد 25. اعتقد هذا يعني، فعلى خلال 25 هتكون انتهت الرقمنه، كويس جدا، ونكون اتنقلنا لمرحله جديده. إذا فضلت الدنيا ماشية بالجدية اللي ماشية بيها دي إن شاء الله. طيب الاستفسار اللي بعده الخاص بينا، صناديق الاستثمار العقاري، فاهمها لنا. صناديق الاستثمار العقاري لحضرتك مجموعة من المستثمرين بيتفقوا على أنهم يبتدوا يشتروا، هقول لك ببساطة يعني ماشي. يبتدوا يشتروا مثلا، ينزلوا يشتروا من الكمباوند الفلاني الوحدات بتاعته، والكمباوند العلاني الوحدات بتاعته، ويبتدوا يجمعوا الوحدات دي كلها، ويقولوا إحنا هنتوافق على أننا نبتدي نبيع، نقسم ارباح خلال شهر 12 من كل سنه. كل سنه شهر 12 بيتقسم ارباح مثلا يعني، واخد بال حضرتك. والجزء الثاني، ميزه العقار حضرتك مزايا متعدده، ان القيمه بتاعته بترتفع بصوره مستمره. ده حقيقي. ان حضرتك بتقدر تفك، لو اشتريت كميات كبيره تقدر تفك بعد وحدتين تبيعهم وتوزع وتبيع. فده الاستثمار العقاري بصوره مبسطه جدا بقول لحضرتك كده. شغال في مصر او في ناس شغاله؟ في ناس بتخش تشتري بين 100 وحده وال 200 وحده وتشتغل عليها. بفكره الصناديق الاستثمار. دي حضرتك، وحتى اشخاص، شركات، مش يعني شركات. يعني انا لو معايا ايا كان الرقم ممكن اخش في موضوع صناديق الاستثمار مثلا، انا هشتري 10 يعني اسهم، هتشتري 10 اسهم، هتتوزع عليك نسبه الارباح بقيمه 10 اسهم، هشتري ب 3 مليون ب 4 مليون. هي الميزه بتاعتها ان هو زي ما بقول لحضرتك ايه، هتقدر تاخد جزء انت مش قادر تشتري شقه. طب هل يا فندم الملف ده متواجد دلوقتي حاليا، ولا لسه ما فيش شركات قامت على الموضوع ده؟ هو في اجتهادات شخصيه وفي ناس شغاله عليها، واعتقد ان هيتم التوسع، لان الفكره المطروحه فكره ناجحه، زيها زي حضرتك، ان انت زي ما بقول لحضرتك انت مش قادر تشتري شقه بالكامل، هتشتري 10 اسهم. حضرتك قلت لي معلومه دلوقتي، ما هو المعلومه دي لو احنا بنتكلم دلوقتي عن الاستثمار مثلا، هل في شهادات، كنت لسه الفقره اللي قبل حضرتك، هل انا هشتري او ممكن استثمر في الشهادات دلوقتي اللي موجوده في البنوك اللي هي وصلت 29%، ولا هل استثمر في العقار؟ طب لو انا معايا مثلا 200,000 جنيه 300,000 جنيه، طب انا اروح انفست مثلا في موضوع صناديق الاستثمار، على الاقل كده انا ضامن ال 300,000 او ال 500,000 جنيه، كده كده انا اخر كل سنه هاخد رقم منها كويس، صح كده ولا غلط؟ بص، الفكره لسه جديده. هو الكلام على سجيته ولا على الاطلاق دون لا يصح. لان كل فرد لازم الأبلة يحدد احتياجاته ايه هي. لان كل استثمار من الاستثمارات دي، سواء حضرتك شهادات او عقار او صناديق استثمار، صح، او ذهب، ده لازم الأبلة يحدد انا احتياجاتي كفرد. انا هحتاج، هل انا هحتاج اللي هو مدخلات شهريه؟ يبقى انا لازم الجا لحاجه اسمها شهادات. والشهادات بتاعتي ما تكونش طويله الاجل، تبقى قصيره الاجل، شهرية ليها ريع شهري بالظبط. لو انا عندي قدره او انا قدرت اقسم المبلغ بتاعي على جزء منه شهري وجزء منه طويل الاجل، يبقى هبتدي اخش حضرتك على ان انا ابتدي استثمر في العقار. العقار الربح بتاعه مضمون وعمره ما هينزل، ولكن الجزء بتاعه الحراك طويل الاجل شويه، الحراك بتاعه مش بالسرعه بتاعت لا الذهب ولا الشهادات. الشهادات بيجي عليها اجل معين بتنتهي وبتدي تعيد الدوره بتاعتها تاني. فلازم الشخص يحدد ايه هي احتياجاته، يعني هو احتياجه المعيشي ايه، وبناء على الاحتياج المعيشي يبتدي يقسم الكم اللي عنده من المدخرات، يقسمها ايه اللي هيقدر يشغله شهري كاستثمار، وايه هو الجزء اللي هو ممكن يشغله برضك بالذهب، وايه الجزء اللي يقدر يشغله بالعقار. كويس جدا. يعني لازم تبقى سله، بحيث ان في النهايه ينجح في ان هو يعني يهيمن، لكن كله يغطي على كله. كله، لكن هيمن على حاجه على اطلاقها دي مش هتمشي مع حضرتك زي ما تمشي معايا. لا، هو الفكره، فكره ايه يا فندم؟ فكره اللي هو دلوقتي، يعني احنا كنا لسه زي ما قلت لحضرتك بنتكلم قبل الفقره دي،
هو فكره ان في ناس معاها ارقام بس مش ارقام كبيره يقدروا ان هم يحطوا فلوسهم في عقار، بس هو ممكن يحط فلوسه في صناديق استثمار، صح كده ولا غلط؟ بالظبط. ويخش باسهم بالظبط، وعلى الاقل ممكن يكسب من فكره الشهادات او اكتر من فكره الشهادات. صح، دي بتعمل ليونه بقى يعني، صح كده، دي بتعمل شركات الاستثمار دي هتعمل ليونه اكتر وتغطي الجزء بتاع اللي هو بدل ما يخش على حضرتك الذهب كمان ممكن على طول يخش عليها هي بالظبط، لانها تبقى سهله التعامل وسريعه التعامل والقيمه الاسميه تقدر على طول تحدد، وهتبقى قيمه اعلى من الذهب واعلى من الشهادات، هتبقى اعلى لان الحراك حضرتك في السوق العقاري بصراحه حراك كان في الفتره الاخيره دي كمان عنيف قوي. ده حقيقي، ارتفاع الاسعار محدش شافه قبل كده اخر 15 سنه 20 سنه محدش شافه. حضرتك هو المنتج بتاعي هو نتاج للي انت شايفه بيجرى في الدنيا بتاعتك كلها. يعني نتاج من ايه؟ نتاج من التضخم، نتاج من ارتفاع مواد البناء، نتاج حضرتك في ان طموح الربح بتعلى. صح، يعني فاهم ازاي؟ اللي كان بيرضى برربح 10% يقول لك لا انا مش هرضى ب 10%، اذا كان البنك بيدي 27% وقاعد انا مريح نفسي هيبتدي طموحه يعلى عن اكتر من النسبه اللي يحطها. القطاع العقاري بقى خلاصه هذا العمل، وبالتالي عمره ما بيقل قيمه الربحيه بتاعته. صح، عن المتواجد في السوق. صح. طيب اخر سؤال معانا، هل في الفتره القادمه فكره عقود ما بين المطور وما بين المشتري فيها تعديل بالذات في سعر المتر؟ حضرتك اصبت، لان احنا يعني على المستوى الداخلي في الغرفه ولسه حتى ما رفعناش لرئيس الغرفه ولا مجلس الاداره، لقينا ان هو طبعا نتيجه للدراسه السريعه المطور لما بيجي يتعامل مع الوحدات الجديده بيبقى تتمينه ليها في منتهى الرعب. ده حقيقي، الرعب ده بينعكس على القيمه بتاعت العقار نفسها، فهو بيحط قيمات عاليه عشان ما يجهبش المخاطر اللي قابلها في السنه اللي فاتت واللي قبليها، فبالتالي السعر اللي بيطلع بقى فيه مبالغ كبيره قوي. لما ابتديت اتناقش مع مجموعه من الساده الافاضل المطورين العقاريين لقيت ان هو عنده مبرر، لان هو مش ضامن السوق يحصل فيه التضخم، ممكن ينط بدرجه رهيبه فبيزود زيادات زياده عن اللزوم، زياده عن اللزوم، بيقيس على اعلى حاجه ممكن توصل لها عشان يامن نفسه. طبعا، وده عشان عايز يسلم، خايف على سمعته واسمه. بالظبط كده، وبالتالي الارتفاع في قيمه الاسعار العقار بقت مش بالصوره اللي هي منطقيه. ففكرنا قلنا حاجه، قلنا لو احنا طرحنا عقد، وده لسه حضرتك يعني المفروض ما تناقش فيه الا بعد ما اطرحه على مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره ويتم التوافق عليه، لكن هي الفكره كالتالي، لو احنا طرحنا عقد يبقى فيه نحدد فيه التاريخ اللي كان فيه نسبة التضخم في وقت تحرير العقد، وإن أسعار مواد البناء الأساسية في المواد الحديد مثلا وما شابه ذلك كانت كذا، ونقول إن هي لو ارتفعت في العقد لأزيد مبلغ كذا هيتحملها المطور، لكن لو تعدت النسبة أكتر من كذا كده هنحدد له وقت معين ورقم معين. وقت معين ورقم معين ونسبة معينة هيشاركوا معاها اللي هو المشتري، وهيبقى على الأقل يعني متهيألي هيبقى أفضل كمان من النسبة طبعا ممكن يحطها المطور لوحده. ده أكيد. لا، هقول في النهاية حضرتك إن هو السعر مش هيبقى فيه المغالاة بالطريقة دي، وفي نفس الوقت إيه هتبقى تبقى المبدأ الحقيقي، أنت ما بتشتري معايا نتيجة لهروب شركات التمويل العقاري حقيقي، بأنها تخش تمول المطور العقاري جدا، ابتدينا وأسعارها عالية جدا طبعا، ابتدى المطور يلجأ إن هو يدخل المشتري كشريك معاه ويقسط له 7-8 سنين كده، ويقسط له 10 سنين و8 سنين، وبالتالي مبدأ عدالة إن هو يشاركه في الجزء لو الدنيا عليت بطريقة ما. بس في نفس الوقت المقترح بتاعنا اللي هنبتدي نحطه على اعضاء مجلس الاداره ان يبقى في خيارين، عقد عادي من غير نسبه المشاركه دي لو حصل قدر، وعقد متغير، وعقد متغير، وعلى العميل يختار. انا بشكرك جدا على المستشار. شكرا عليك، شكرا لحضرتك جدا، نورتنا. عايز اقول لكم النهارده كانت حلقه مهمه جدا فيها معلومات كتيره جدا، فيها تطورات بتحصل في السوق العقاري. بشكركم اعزائنا المشاهدين، وان شاء الله في حلقه قادمه من برنامجكم عقار مصر. سلام عليكم.